أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القوات الإسرائيلية أجبرت الطاقم الطبي على الفرار من مستشفى ناصر تاركا المرضى وراءه. ودعت منظمة أطباء بلا حدود القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مستشفى ناصر في خان يونس فورا. وفي السياق شددت الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين مشيرة إلى عدم توفر مكان آمن في غزة. وأضافت الأمم المتحدة أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية و84% من المرافق الصحية في غزة دمرت أو تضررت بشدة.